قرات في مجله العقيده والتي تصدر في سلطنه عمان من 3 أسابيع تحت باب فتاوى انما من غمز لامراه او قبلها كرهت عليه كراهه تنزيهيه، واذا زنى بها حرمت عليه. ما راي سماحتكم في هذه الفتوى؟ هذا غلط، لا يغمز لها ولا يقبل كلها، هذا منكر وحرام. واذا تابت وتاب فلا باس بالجواب، حتى ولو بعد اذا تابت واضعت التوبه لا باس بالجواب. ولو كلمها اذا كلمها لانكار المنكر ما عملت، اما اذا كلمها يريدها لفاحشه هذا منكر. لكن هذا ما يمنع التوبه ويمنع الزواج، اذا تاب وعلم عنها خير وسال عنها انها تابت واصلحت تابت يتزوجها، وما يتزوجها ويمعرفها بالشر لا يتزوجها. الله.